تتواصل اشواطنا مشاهدينا الاعزاء. انتقلنا من الثنايا الى الذلل الى الحول الى صايل. انطلق الشوط الاول الخاص بالحول وهو الخامس في المجموعه والترتيب العام خاص بذلل اصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من ابناء القبائل كذلك في هذه الانطلاقات وهذه التحديات. نسير مع المركز الأول مباشرة ونلقى المركز الأول في سمحة لمانع بن خليفة بن رشيد السويدي، تتصدر المجموعة وتقود الذلل الأصايل بينما تليها وبمعيتها اللي متغطية رقمها علينا بنشوفها وبنتابعها 11. هذه اللي هي الغزيل، الغزيل هذه راعية الثيل مبارك بن حمدان الفلاحي، تتقدم على المركز الثاني بينما المركز الثالث، المركز الثالث هذه فهدة لعلي بن محمد بن يابر بن عبد الله الحربي يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع وصلت له اللي هي مطيلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن محمد بن ضبيعة يتولى عملية تضميرها، والخامسة الخامسة اللي وصلت في سرابة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الاندفاع الانطلاق في الأصايل. يا سلام الذلل الحول الأصايل الذي تحمل كذلك في طياتها الكثير من الإنجازات في فترتها العمرية، ما تمسكوا بها الملاك والمضمرين إلى هذا السن إلا بإنجازاتها، يعني سجلت أسماء بحروف من ذهب إنجازاتها السابقة من عمر تقريبا الحقائق وهي في انطلاقات جميلة وتحديات وبحث، مرت كذلك على سن اللقاية وسن الإذاع والثنايا، وصلت إلى سن الحول بإنجازات عديدة وتحديات جميلة. عودة مرة ثانية عاشق السلالة الشاهينية، الله عاشق السلالة الشاهينية وأهالي جميرة الذي والله روى من السلامات عندك يا بن رشيد. يا سلام يا سلام مانع بن خليفة بن رشيد السويدي، يا سلام على المركز الأول بينما المركز الثاني الغزيل 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 الغزيل، يا سلام حمدان بن غانم بن حمدان الفلاحي تتقدم اللي هي مشاهدين الاعزاء الغزيل مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي، انطلقت في هذه اللحظات على المركز الثاني والمركز الثالث. فهدى في المركز الثالث، علي بن محمد بن جابر بن عبد الله الحربي على المركز الثالث. اما المركز الرابع يا سلام اشوف دخول هناك من الشامخه، الشامخه لاحمد بن سالم بن مسفر بالقوبع تتقدم، بينما ايضا هناك محمد بن ناصر بن شافي القحطاني ابو ناصر كذلك المقدم لنا سرابه على ارضيه هذا الميدان. يا سلام يا سلام، شوف 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 ال 1200، شوف الاعلان لوحه الاعلان وال 1200 وهناك التحديات والانطلاقات. يا سلام هذه الغزيل، الغزيل على المركز الاول منطلقة بمقدمة هذا الشوط، والتنافس التنافس بينها وبين سمحة، سمحة والغزيل. عادت سمحة مرة ثانية، عادت سمحة مشاهدي العزاء مانع بن خليفة بن رشيد، يعني تباهى لجميرة أتصبحهم بالسلام من المرموم يا لجميرة. يا سلام الله 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 الله، شوف الرقص شوف الرقص ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، ولكن هنا اللي هي الغزيل مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي تتقدم مع المركز الثاني، ولكن لا زالت سمحه، سمحه مانع بن خليفه بن رشيد تتقدم على المركز الاول. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هذه سمحه على المركز الاول مانع بن خليفه بن رشيد السويدي. المركز الثاني الغزيل مبارك بن حمدان بن غانم الفلاحي على ثاني المراكز الثنتين، ما شاء الله باعدا بينهن وبين بقية المراكز في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام الأمتار،
الأخيرة يا سلام، اللحظات الأخيرة سمحة سمحة، ولكن شوف المركز الثالث مزنة وصلت، وصل بالخصم، وصل بالخصم الأمتار الأخيرة. أهالي الهيار تبدلت السلامات، راحت مع أهالي الهيار. أشكرك يا بالخصم، أشكرك يا بالخصم، الله مشكور يا سلطان، وتهانينا لعلي بالخصم، علي بن مصبح بالخصم على فوز مزنة بالمركز الأول. المركز الثاني الشامخة وصلت في المركز الثاني لأحمد بن سالم بسيف بالقوبع، والمركز الثالث سمحة لمانع بخليه بن رشيد، والمركز الخامس هذه سرابة محمد بن ناصر بن شافي القحطاني. هكذا النتيجة، التوقيت 6 دقائق و18 ثانية.